هذه مسألة يتعلق الأمر بشوية ديال التغيير والانتظار باش نشوفوا شنو غادي تكون تصفر عليه يعني المشاورات اللي كاينه حاليا، ولكن بالتأكيد أنه غادي نعيشوا هاد نتائج هاد التناقضات بالتأكيد لأسباب متعددة، منها كون النفس اللي النفس المجتمعي كنقول ماشي الانتخابي، النفس المجتمعي اللي رافق الحكومة الأولى ديال 2011 يعني نفس مختلف الآن، اللي منها أنه الأحزاب السياسية الأخرى سوف كما يقول الفرنسيون لن تبيع جلدها بثمن بخس، سوف تطلب أن تكون لها حضور حقيقي في الحقائب وفي الحكومة، وبالتالي يمكن أعتقد من التحليل ديال الموقع ربما عنده بعض الوجاهة، وعنده بعض الوجاهة ثانيا من كون أنه المسار ديال الانتخابات والمسار ديال تطور النسق الحزبي في المغرب كيطلب تغييرات جوهرية حقيقة، وهذه التغييرات الجوهرية ما دامت ما تحققتش فغتكون الآثار السلبية على 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 الأداء ديال الأحزاب السياسية، وبالتالي غادي تنعكس في هذا الشكل اللي قدمتيه قبل قليل.